الممرن سامي القفصي دون هزيمة مع اتحاد تطاوين، اسكندر القصري من غير ولا حصة تدريبية على رأس قوافل القفصة. مواجهة تبدو نظريا غير متوازنة، والتأكيد يأتي من آدم بوليلة بهدف كان كافي لحسم الحوار. نرجع للمقابلة من أولها، واللي بدأت بضغط كبير من اتحاد تطاوين. حازم المنادي يوزع سوء تقدير من الحارس ريان اليحيوي، والتدخل من أحمد الحرشاني يمنع فريقه من قبول هدف أول. توزيع حلوة من فابيان ولي، الكوني خلفه بكيفية غير مقبولة بالمرة يضيع إمكانية افتتاح النتيجة. أحمد الحاضري يوزع، حارس مرمى قوافل القفصة المرة هذه متفتن. كرة الدور لاتحاد تطاوين، اللمسة الأخيرة تضيع على زياد العنلي. في الطرف المقابل قوافل القفصة خلقت فرصة وحيدة، وكرة جود باور محاذية المرمى حمزة الغاني. في شوط أول سيطر عليه الاندفاع البدني والتخوف من قبول هدف خاصة من الفريق الضيف، وبرز فيه بصفة خاصة فابيان ونلي اللاعب المعار من CSS. الشوط الأول قدمنا مستوى باهي، جونا فرص اللي ما سجلناهمش، وكما تعرفوا ثلاثة مباريات الأخرانيين عملنا وفات بالتعادل 0-0، وبالرغم اللي جبنا برشا فرص فلما بين الأشواط تكلمنا مع اللاعبين وحطيناهم قدام أمر الواقع قدام مسؤوليتهم، خاصة باش يحاولوا في الترانزيسيون اللي ما كانتش نقطة قوة متاعنا اللي في المباريات الفارطة ضيعنا فيهم برشا. في الشوط الثاني قوافل القفصة حاول استغلال تقدم منافسه للهجوم، الحارس حمزة الغاني يتدخل في الكرة هذه والهجوم يتحول سريع لاتحاد تطاوين. غسان المحرسي بطريقة مميزة يتقدم يمر آدم بوليلة ينهي العملية بهدف ترجم به سيطرة فريقه. آدم بوليلة الهدف الأول، ممتازة جدا. واحد بلاش لاتحاد تطاوين، الممرن اسكندر القصري يلعب كل أوراقه الممكنة وخاصة الهجومية منها بدخول الكالي بانغورا، لكن الكرة ما كانتش إلى جانب هيثم المحمد، ينفذ مخالفة بطريقة ياسر حلوة العارضة تحرمه من التعادل. هيثم المحمدي المختص في الكرات الثابتة ما كانش محظوظ بالمرة، المخالفة الثانية تتعدى على بعد سنتيمترات من مرمى حمزة الغاني. اتحاد تطاوين ورغم أنه لعب بحسابات كبيرة للمحافظة على النتيجة، فإنه في زوز مناسبات كان قريب من رفع الفارق، وبعد كرة تغير اتجاهها وقربت تجيب الهدف الثاني، فإن فرصة هدف الكو ضاعت على مؤمن الرحمن في كرة وجه لوجه مع حارس مرمى قوافل القفصة ريان اليحيوي. المقابلة توفى على انتصار يخلي اتحاد تطاوين دون هزيمة، قوافل القفصة يخسر لأنه ملعبش على الانتصار، فكانت الهزيمة. الممرن اسكندر القصري يدخل بنتيجة تخليه يعول على كل تجاربه السابقة لإنقاذ فريقه الجديد من الخطر اللي أصبح يهدد.